يعني خليني اقول لحضرتك البيان اللي حضرتك كرمتي ال 11608 دول ينقسموا الى 4480 مقهى تم غلقها و4938 محل على مستوى الدولة المصرية و34 سوق و216 مطعم، بالإضافة إلى الورش اللي تم إغلاقها لمخالفتها مواعيد الغلق 1829 ورشة، بالإضافة إلى محال أخرى تتجاوز ال 1111 محل. بكده يبقى 11608 محل. النسبة الأغلب في أي محافظات يا أستاذ يا دكتور خالد؟ يعني تيجي القاهرة حوالي 2821 حالة غلق، يليها في ذلك بني سويف حوالي 2470 حالة غلق، تأتي ثم بعد ذلك الإسكندرية 2703 حالة غلق، ثم الغربية طبعا 1258، ثم قصر الشيخ 468، ثم تأتي بعد ذلك دمياط 430، ثم يأتي بعد ذلك المحافظات الأخرى. هل المقاهي كلها مخالفات مواعيد إغلاق ولا فيها مخالفات شيشة اللي كنا بنتكلم عليها، إن الشاش موجودة في مقاهي عديدة جدا في المناطق الراقية والمناطق الشعبية في كل مكان؟ طبعا العدد ال 3480 ده يا فندم يخص مواعيد الغلق، اما فيما يتعلق بالمقاهي او الكافيهات اللي ضبطت فيها الشيشه، هو الاصل في المنع الشيشه علشان كاجراءات وقائيه واحترازيه. فطبعا هناك بيان اخر لهذا الامر، ولكن وجود الشيشه بحد ذاتها دي مخالفه صريحه للاجراءات الوقائيه والاحترازيه، وعليه تم الغلق وتشميع هذه الكافيهات وهذه المقاهي على مستوى، سواء كنا بنتكلم في القاهره او في الجيزه او في اسكندريه او في غيرها من المحافظات المصريه، وتم مصادره هذه الشيشه.